واحد بيقول من يوم ما اشتريت لنفسي شهادة المليون في البنك الاهلي بقول لتكن ارادتك يا رب، حيث ان هناك سحب على هذه الشهادات كل اسبوع. هل من محبة ربنا لي اكسب هذه الشهادة؟ ما تخليش محبة ربنا ليك ترتبط بالمال، ان لو ربنا بيحبك يجيب لك فلوس كتيرة، ما يحبكش ما يجيب لكش. لا، ده انت اللي مفروض تدفع فلوس لربنا. لكن تكسب مليون، ده جايز واحد يجيله مليون وما يعرفش يستخدمه استخدام روحي كويس فينضر. وانت فكرك المال كله كان لخير الانسان؟ ففي ناس المال ضيعهم.